آخر سؤال نختم به، ما حكم الاستيطان والاندماج في المجتمعات غير الإسلامية؟ لا حرج أن يستوطن المسلم بلدا غير إسلامي لفائدة دينية كالفرار بدينه من بلد يضطهد فيه، أو لمنفعة دنيوية بشرط ألا يخل هذا بواجباته الدينية تجاه نفسه ومن استرعاه الله شأنهم من زوجة أو ولد. فلا حرج في الإقامة ما دام قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتنة فيه. أما إذا استضعف في دينه وحيل بينه وبين إقامة شعائر ربه فقد تعينت عليه الهجرة إن كان مقيما، أو الامتناع عن الذهاب إن كان بصدد الذهاب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أما تعبير الاندماج ومن التعبيرات الشائعة في الغرب، تعبير مجمل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. من الاندماج المحمود احترام القوانين المعمول بها بما لا يخالف خصوصيات المسلم في العقيدة والشعائر والأخلاق والأحكام الشرعية المناطة به كفرد وكرب أسرة، مع مراعاة عدم التعرض للمخالف في الدين بما لا يقره قانون أو عرف شائع، عملا بالتوجيه القرآني الكريم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الاندماج المحمود أيضا التعاون مع غير المسلمين في القواسم المشتركة، مثل احترام كرامة الإنسان وحريته، نشر السلام والتعاون بين الشعوب، حماية الأسرة من العنف أو الشذوذ الجنسي، وحماية القيم الدينية المشتركة من الإلحاد أو التشويه أو السخرية، وكذلك الوقوف في وجه التعصب الديني المؤدي للاضطهاد أو إيذاء المخالف في الدين في عقيدته أو شعائره أو شرائعه أو مشاعره. غير المسلم فكريا أو سلوكيا. ومن النصائح المهمة التي يصر عليها المجمع في هذا المجال أن يعنى المسلمون بتنشئة الأجيال المسلمة على عقيدة الإسلام ومثله وأحكامه من خلال الحفاظ على سلامة المنهج اتباعا للقرآن والسنة في مراكزهم ومدارسهم الإسلامية، بالإضافة إلى العناية بالأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تسهم في الحفاظ على هوية المسلمين، مع الاهتمام بإيجاد قيادة دينية ترعى مصالحهم وتقوم بتوجيههم.